قال مسؤولون سوريون إن حصيلة انفجارين وقع في حي تسيطر عليه القوات الحكومية بمدينة حمص ارتفع إلى 16 قتيلا وإصابة العشرات. ووقع الانفجار الأول جراء انفجار مركبة ملغومة بالقرب من المنطقة الفاصلة بين المشفى الأهلي وجمعية النهضة في حي الزهراء الذي تقطنه أغلبية من الطائفة العلوية، ليعقبه بعد قليل انفجار ثاني لاسطوانة غاز كانت متواجدة أمام أحد المطاعم القريبة من الحادث. الهجوم الجديد يأتي بعد بضعة أيام من بدء تنفيذ اتفاق للهدنة برعاية الأمم المتحدة بين القوات الحكومية والمعارضة في حي الوعر آخر المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة في حمص. ويقضي الاتفاق برحيل نحو 2000 مقاتل ومدني عن الحي مقابل إدخال المساعدات الإغاثية وفك الحصار المضروب على الوعر منذ عام 2014. Thank you.